هل تدري أن الفواتير بينك وبين عميلك تطورت بشكل رهيب، وأنك تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسل الفاتورة لعملائك؟ كل هذا عن طريق تطبيق Go Collect المقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات. هذه الخدمة مهمة لكل شخص يقدم خدمات زي الفريلانسر أو يبيع منتجات زي تجار الانستغرام والأسر المنتجة. بكل بساطة، رقم 1 أنشئ الفاتورة، رقم 2 أرسل رابط الدفع لعميلك، رقم 3 حصل فلوسك. على فكرة، هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في المنطقة. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. الحلقة 5، الأثر المتأخر. أحد أصدقائي صرخ في يوم ما قائلاً: أنا كائن عقلاني rational، يعني وقت الجد وهو غالب وقتي أضع خطا فاصلا بين عقلي ومشاعري، قراري أتخذه بمنطق بعيد عن العاطفة. يعني من الآخر كأنه يقول لا تحاولون تتلاعبون بمشاعري قبل اتخاذ قراري. يعني لو طلبت مثلا بيتزا ديليفري وتأخر موظف التوصيل في توصيلها، لن أقبل أبداً أن يحكي لهذا الموظف المسؤول عن صعوبات يواجهها في حياته العملية أو الشخصية، لن أتعاطف معه. بالعربي، ما في أي دور للمشاعر ولا متطلباتها على قراراتي، أنا قوي في تفكيري، أنا منطقي. أصدقائي، هذه المقدمة البسيطة كانت ضرورية لنشرح فيها المغالطة الفكرية لهذه الحلقة. في الغالب قد نعجب أنا وأنت بهذه الشخصية، قد نعجب، نعم إحنا نحتاج لهذا النوع من الشخصيات في القيادة، شخص لا يمكن استمالته بكلمتين ورشوته بعشوتين ولا تليين دماغه بهديتين. هذا الشخص لن يتأثر بأي بروباغاندا في المكان، مشاعره ثابتة، قراراته واضحة، لا يلين لا يضعف. هذا الشخص إذا اتخذ قراره بعد تفكير فإنه سينفذ هذا القرار بغض النظر عن الظروف المحيطة به. رغم إعجابنا بهكذا قوة نفسية وقيادية، أقول لكم شيء لا تعجب كثيرا يا عزيزي، لأن هذا الشخص القائد القوي الصارم جدا سيتأثر في يوم ما، سيتأثر شاء أم أبى. لذلك ممكن أن ننظر لعيني هذا الشخص الصارم بكل حنان ونقول كلنا ضحايا البروباغاندا يا عزيزي، نحن وأنت. البروباغاندا هي كلمة مشتقة من كلمة propagate، يعني ينشر أو يبشر بفكرة أو دين معين. استخدمت أول ما استخدمت في المجامع المسكونية المسيحية، وبالمناسبة كلمة مسكونية ما لها علاقة بالأرواح الشريرة أبدا، لا، مسكونية بمعنى عالمية. هذه المجامع أو هذه المراكز أو هذه الاجتماعات تغطي كل الأرض، وقراراتها ستفرض على جميع مناطق الكرة الأرضية. وكلمة مجمع مسكوني اصطلاحا تعني نمط دعائي مركز ومكثف، والغرض منه نشر الدين عبر حملات إعلانية ضخمة. أما كلمة بروباغاندا فهي فعلا حملات إعلانية ضخمة، هي نمط دعائي مركز ومكثف يهدف لترويج مجموعة من الرسائل عشان نشكل رأي عام في قضية ما. مثلا السوق الأمريكي في فترة من الفترات احتاج أنه يرفع من مبيعات التباكو أو السجائر، فقرر أنه يعمل حملة إعلانية عن طريق امرأة. هذه المرأة أدخلوها عالم التدخين، عملوا بروباغاندا مناسبة وبدأوا عملية تطبيع تدخين المرأة، ونجحت الحملة، فقد بدأ يصور منظر هذه المرأة المدخنة في كثير من وسائل الإعلام على أنها إنسانة أكثر عملية قيادية وقوية. ومباشرة الحقوقيات في أمريكا بدأوا في الظهور خلف منصات المسرح لإلقاء كلمة، كل واحدة منهم في يدها سيجارة، رغم أن السيجارة كانت في غالب الأحيان مجرد شكل أو رمز، لكن عملت عملها. الحملة الدعائية كانت مستهدفة الحقوقيات لأجل
إغراق آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من النساء في التدخين، وبالتالي زيادة مبيعات التبغ. هذه صورة من صور حياة البروباغاندا. البروباغاندا بدأت أصلا بالدين وانتهت بالنيكوتين. الأفلام، وما أدراك ما الأفلام؟ متعة، ترفيه، إثارة، والأهم رسالة. الأفلام تعترف بأنها تقدم فن وفلسفة بعيدة عن المصالح الشخصية لجهة هنا أو هناك، لكن خلونا نتفق على مبدأ معين. مو كل الأفلام لا تخدم أجندات، مو كل الأفلام بريئة، في أفلام تخدم فئة معينة، ترفع شعب وتخفض شعب آخر، تؤنسن فئة وتشيطن فئة أخرى. هوليوود أدت هذا الدور أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية بالتحديد. أهم هذه المهمات كانت شحن الجنود الأمريكيين للقتال ببسالة. الحكومة الأمريكية صرفت المليارات على أفلام هوليوود، كانت غالب الأفلام تبرر الحرب الأمريكية على مناطق عدة في العالم. مركز الحرب في الجيش الأمريكي قرر أن يقيس مدى تأثير البروباغاندا على الجنود الأمريكيين، وللأسف ظهرت النتائج. كان في رسوب جماعي. نعم، دراسات كثيرة جدا أظهرت أن البروباغاندا اللي كانت الأفلام تحاول أن تفجرها في المجتمع الأمريكي بل في العالم قد فشلت، لم تؤثر أي تأثير عظيم يذكر significant. ما أثرت على حماسة الجنود الأمريكيين؟ ويحق لنا هنا أن نسأل لماذا؟ أحد الأجوبة ممكن يكون العناد. نعم، قد يكون العناد هو أول سبب. فالجندي الأمريكي فهم الطبخة، فهم طبخة البروباغاندا عن طريق الأفلام، عرف أنه هذه البروباغاندا هي عملية صيد، ورفض أن يكون فريسة، رفض الطعم، قاوم كل الحجج اللي تقدمها الأفلام، كل المشاعر الجياشة اللي يحاول الفيلم مداعبتها، وبالتالي أغلق الجندي الأمريكي بوابة التسلل لقراره وحكم عقله. كان هذا هو التفسير الأمثل اللي قدمته الدراسات لصناع القرار. بعد شهرين من هذه الدراسة، بل بالأصح بعد 9 أسابيع، حصلت المفاجأة. مركز الدراسات الخاص بقسم الحرب في الجيش الأمريكي قرر أن يعيد التجربة. بدأ في قياس موقف الجنود الأمريكيين نفسهم مرة أخرى ليجد ما لم يتوقع. الجنود اللي شاهدوا الأفلام البروباغاندية تغيرت وجهة نظرهم بعد فترة من الزمن. الحماسة اشتعلت، ولا يتوقع أن تنطفئ هذه الحماسة. الحرب أصبحت خيارهم الأول. الوطن لن يعيش بدون التضحية بالنفس. الموقف كله على بعضه في الحالة الأمريكية تشقلب من فوق لتحت. شهرين فقط انقلبت فيها نتائج الدراسات من نتيجة كانت تقول إنه الأفلام لا تؤثر، إلى نتيجة أخرى عكسها تماما تقول إنه الأفلام تؤثر فعلا، بل تؤثر وبقوة. ومرة ثانية حق لنا نسأل، ما الذي حصل يا ترى؟ اللي حصل هو خطأ يداهم عقل الإنسان. فبعد أن يتعامل الإنسان مع معطيات معينة بمنطقية شديدة، بعد ما كان يحارب موقف معين بناء على حجة هو تبناها، يمر الوقت ينسى هذا الإنسان المنطق، ينسى الأسباب المنطقية اللي وضعها، يتناسى بطريقة أو بأخرى موقفه، ثم يتذكر فقط الحجة المضادة اللي كان يحارب ضدها. والمصيبة مو هنا بس، المصيبة إنه هذا الإنسان اللي كان ضد حجة سينتكس على عقبيه ويتبنى الحجة المضادة. يعني مو بس ينسى الموقف القديم، بل يتبنى الحجة المضادة. نعم، الإنسان عادة يترك موقفه الأساسي وينساه، ثم يتبنى الحجة التي قالها خصمي صاحب البروباغاندا. لذلك لو سألك شخص ما الذي خرجت به من هذا البودكاست، راح تقول له التالي: إنه كلنا معرضين لتأثير البروباغاندا، لو ما كان اليوم ممكن بكرة أو بعده أو بعده. إنه هذا التأثير أو هذا الخطأ في برمجتنا التفكيرية تسمى بالسليبر إفكت. ولو سألك شخص مرة ثانية ماذا استفدت من البودكاست، قل له: أنا عرفت إنه الفكرة مثل اليرقة، قد نشمئز منها عند النظرة الأولى، لكنها تزهر كفراشة لن نستطيع إلا الإعجاب فيها.
طيب الحل، الحل في ثلاث خطوات قدمها الكتاب. رقم واحد، لا تقبل أي نصيحة ليست مثبتة أو مدلل عليها دلالة واضحة. عادة الشخص اللي بيقنعك بنقطة حيتلاعب على مشاعرك، راح يخوفك، يرغبك، يرهبك، يغريك. لذلك لا تقبل أي نصيحة ليس مدلل عليها تدليل منطقي. رقم اثنين، تجنب مصادر المعلومات ذات الأجندة أو ذات المصلحة. نحن في بلدنا قد نتعرض لحملات عن طريق وسائل الإعلام أو أي طريقة أخرى، لذلك من واجب وطني تأكد من مصدر هذه الحملات الإعلانية. خلي كريتيكال وابحث عن من صنع هذه الحجة حتى لو ظهرت أمامك بمظهر جميل، مظهر مقنع. وأخيرا رقم ثلاثة، اربط دائما المعلومة بمصدرها. هذا النوع من التأصيل مهم جدا. لا تقول إنه أنا ما أبغى شخص هذه الفكرة. نعم عند تقليب هذه الفكرة في عقلك ممكن تبعد عن الشخصنة، لكن لابد أن توثق من أين أتت هذه المعلومة، والسبب عشان لا تتحول هذه المعلومة إلى يرقة ثم إلى فراشة. لا تجري خلف فراشة البروباغاندا لأنها قد تذهب بنا إلى هاوية لا منطق. وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها. إذا كنت شخص يقدم خدمات فريلانسر أو يبيع منتجات على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة، وتواجه صعوبة في إدارة ومتابعة فواتيرك، وودك تسوي فواتير إلكترونية لعملائك وتحصل فلوسك بكل سهولة، الحل في تطبيق Go Collect المقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات. هذا التطبيق يساعدك تسوي فاتورتك على شكل رابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب أو SMS أو الإيميل، ومن خلال الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة مثل مدى أو أبل باي أو البطاقات الائتمانية. بكل بساطة، رقم واحد، انشئ الفاتورة. رقم اثنين، ارسل رابط الدفع لعميلك. رقم ثلاثة، حصل فلوسك. تطبيق Go Collect يدعم جميع بنوك السعودية والخليج ومصر والأردن ولبنان. هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في المنطقة. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.